عبد الحكيم الواعر مدير المدرسة الابتدائية في ويودا كسرة. المدرسة هذه خنحط في إطارها مدرسة نائية جدا وريفية بامتياز معناها، ونعيش اليوم فرصة ثمينة، فرصة ممتازة بالنسبة للإطار التربوي وبالنسبة للتلامذة أكثر، معناها اللي هم المستفيدين بصفة مباشرة وبصفة كبيرة. اليوم نشهد سيركوي، معناها أسبوع سيركوي بوانتي إن تياتر، أسبوع تنظمه المندوبية الجهوية للتربوي بسليانة بالتنسيق مع مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. واستقبلنا اليوم مع ممثلين من طراز رفيع من جهة سوسة، مركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة، العديد من الصحفيين، كان الجو ممتاز جدا، وكذلك حضور بعض المسؤولين المندوبية الجهوية للتربية بسليانة تمثل في رئيس مصلحة التنشيط الثقافي. قلت أنه التهدف معناها الأسبوع هذا جاء في إطار تنشيط الحياة المدرسية والحياة المدرسية والنشاط الثقافي في المدارس الابتدائية. وقد تم اختيار المدرسة الابتدائية ذوي ودا كسرة اللي على رأسها معناها أنا باعتبارها وأنها ناشطة منذ سنوات وتحصلت على برشا جوائز وطنية وبرشا جوائز جهوية، ولازلنا نواصل لأني أنا أرى كمربي أرى أنه النشاط والتنشيط الثقافي والحياة المدرسية الغزيرة بالفعل الثقافي، هي النشاط الثقافي هو قاطرة لبناء التعلمات وقاطرة للوصول والولوج إلى الجانب النفسي الوجداني الذكائي في الطفل، وكسر ذلك الجدار بين المعلم والمتعلم حتى نؤمن معناها تعليم جيد، ونؤمن فعل تربوي معناها مجود بامتياز. قلت هذا اليوم تزامن أيضا، وهذا الحفل البهيج الذي أعتبره حفل بهيج تزامن مع اليوم العالمي للمعلم، ومن خلاله تمكنت أنما أنا على رأس المدرسة هذه من أن أشكر جزيل الشكر، وأقدم كل تشكراتي وامتناني العميق لكل الزملاء في كامل تراب الجمهورية وعلى رأسهم زملائي في المدرسة بجزيل الشكر، لأن المعلم ينير دائما، يشتعل يوميا لكي ينير درب المتعلم، يفتح ليه أبواب المستقبل ويبعث فيه الأمل في معناها العيش، عيش الغد وليس عيش اليوم. أجدد أيضا تشكراتي لكل المتدخلين في هذا العرس المسرحي، في هذا العرس التنشيطي، في هذا العرس الثقافي، كل المتدخلين من كل النواحي، ولكم مني جزيل الشكر سلفاً.